قامت مجموعة من العناصر الإرهابية بمهاجمة منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غرب العريش في شمال سيناء. وزارة الداخلية ذكرت في بيان أن قواتها تصدت، مما أدى إلى مواجهات، وأسفر ذلك عن استشهاد ضابط وستة مجندين ومصرع أربعة من تلك العناصر التي انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يحمله، وتم العثور بحوزتهم على أحزمة ناسفة، أسلحة آلية، قنابل يدوية، وأنه يتم مطاردة العناصر الإرهابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق. للتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، أرحب بك وتعليقك يا فندم. أهلا وسهلا. بالنسبة للتعليق أو لتحليل مضمون سريع للبيان اللي حضرتك تفضلتي بذكره، هنجد أن هناك حاجات يجب أن احنا نسلط الضوء عليها. نمرة واحد، كم العنف الغريب جدا الذي تم لارتكاب هذه العملية. نمرة اثنين، تزويد العناصر الإجرامية بأحزمة ناسفة، دي جديدة، ودي أعتقد أنها كانت من المقرر أن يتم تشغيلها في أي تجمع بشري. نعم. على غرار ما كان تم ضبطه يوم صباح يوم عيد الفطر المبارك، أنا كنت أرجح أن مثل هذه الأحزمة كان هيتم وضعها في أحد المساجد خلال صلاة عيد الفطر وليس مسجد الروضة ببعيد. نمرة ثلاثة أيضا، أن هناك نوع من المعاناة نتيجة احتواء الموقف في شمال سيناء، ولذلك تم التخطيط لعملية ذات دوي كبير ممكن بها أنها تسلط عليها كاميرات الفضائيات نتيجة وجود مناسبتين خاصتين هامتين في مصر دلوقتي. أول مناسبة هي دورة كرة القدم الإفريقية، ثاني مناسبة هو اقتراب يوم 30 يونيو، وهذا اليوم له طبعا علامة فارقة في تاريخ السياسة المصرية المعاصرة. ولذلك لازم نبقى عارفين أنه أحيانا بتبقى التخطيط يميل بشدة إلى العنف نتيجة عدم وجود أي منفذ آخر يلجأ إليه هؤلاء أو هذه تلجأ إليه هذه العمارة. الحاجة اللي تانية أيضا، أنه احنا بنلاحظ برضو أن المواجهة الأمنية، دون ما أن أنا أقول لك أنا لا أدافع عن مواجهة أمنية، ولكن أنا أحلل تحليل مضمون، هاجد أنه في الأولانية لو نشوف أن حصلت المواجهة لمدة ساعتين وقتل فيها عدد كبير من العناصر الإجرامية كويس، ودون إصابة أي مواطن مصري موجود في المنطقة بعد ساعتين من تبادل إطلاق النار بين الشرطة وما بين العناصر الإجرامية دي، وأيضا بعدها مضروبة أربعة في أحد المزارع، هنجد أن دلوقتي أيضا المواجهة أصفرت عن برضو سقوط عدد من العناصر الإجرامية وكانوا مزودين بأحزمة ناسفة. يبقى إذن يعني لازم نبقى عارفين ان هناك تخطيط امني الى يعمل زي بالضبط ما المجرم او التخطيط الاجرامي موجود، التخطيط الامني ايضا لازم نكون موجود وعلى ثقه منه، ولازم نكون معروف ان لازم ندي الامن فرصته، لازم قاعده البيانات اللي موجوده لدى الامن اللي يتم تفعيلها، لازم ايضا المواطن يندفع بكل أريحية إلى تقديم أي معلومات جديدة لديه بأجهزة الأمن، ويكون على ثقة أن هذه المعلومة هامة جدا وسوف تساعد بكل تأكيد طبعا على مواجهة أو عمليات المواجهة. وأيضا من نداء للإعلام أنه لازم نبقى عارفين أن احنا لا عصم لنا اليوم في مصر إلا بتمسكنا بوحدتنا الوطنية وبسلامنا الاجتماعي، لأن احنا ملناش حاجة تانية نعملها قدام هذا الخطر الذي يسعى إلى أن يحول بيننا وبين مستقبلنا بينا إن شاء الله. نعم سيادة اللواء، يعني تفضلت بالذكر أن توقيت هذه العملية جاء بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر هذا العام، وأيضا في ذات السياق اقتراب 30 يونيو. دعني أتحدث معك عن هدف هذه العملية. هل الهدف يعني إثارة البلبلة ويعني محاولة توصيل صورة أن يعني ما زال هناك إرهاب في مصر، أم من جهة أخرى يعني
يعني هو إثبات للداخل المصري أنهم ما زالوا موجودين. ما شوفي أنت جاوبتي على كل حاجة، يعني حضرتك قلتي لازم نعرف أن هناك استراتيجية عامة، وهي هي إحباط المخططات التنموية التي تسير فيها الدولة إلى إجهاض عملية التطور الاقتصادي على مختلف الأفئدة اللي موجودة دلوقتي واللي بدأت بشاريرها تلوح علينا كمواطنين مصريين. ثالث حاجة إحداث نوع من الفرقعة يؤدي إلى إخلاق الرأي العام وزعزعة الثقة في الأداء الدولي. فيعني مفيش أكتر من كده أهداف نفسهم يعملوها من خلال أي عملية، وخصوصا دلوقتي في وجود احتواء للموقف، فبتنقي عملية ذات دوية كبير جدا بيسعى من حالة لإثبات الذات وإنني ما زلت موجود ومؤثر على الساحة. وكل ده ليس بغريب على فطنة المصريين وعلى أيضا أداء رجال الأمن، يعني رجال الأمن كل ده أعانهم الله فعلا في اعتبارهم، لأنه الساحة حاليا مفتوحة، الدنيا السماء كلها كاميرات كويس، ومش ممكن احنا نقدر نقوم بعملنا من غير دعم شعبي ودعم جماهيري. صحيح. لازم لأهمية التضامن والتضافر في تلك المرحلة. أنا طبعا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف سيادة اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا لك. في ذات السياق أيضا عبر الهاتف ينضم إلينا سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء أرحب بك، ودعني أبدأ معك بتوقيت هذه العملية، ما دلالة هذا التوقيت؟ أولا مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. يعني هم الجماعات الإرهابية تريد أن نيل من بلادنا في أوقات الاحتفالاتنا في الاحتفالات القومية بتاعتنا على قرب 30 يونيو ثورتنا النجيدة، حبوا يعملوا عمل خسيس كالمعتاد، يعني إلا أن أبنائنا الضباط المتميزين في كل شيء والحاملين لأكفانهم لحماية الوطن تعاملوا مع تلك الحفنة في قتال شديد، وتم دحر العديد منهم واستشهد من أبنائنا كنتيجة عمليات إرهابية غادرة، إلا أن أبنائنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعدوا من المؤمنين رجال صدقوا مع عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر. أبنائنا روحنا هم معنوية عالية جدا ويفتخروا بالشهادة لحماية هذا الوطن، لكن كل الجماعات الإرهابية كلما ازدادت سفينة البلاد إلى الرسوخ والنضوب والتنمية يصابوا بالذعر وإحداث أي بلبلة ظنا منهم أنهم يقودون الفضل. نعم، دعني أتحدث معك أيضا عن يعني رؤيتك لتعامل قوات الأمن وأفراد وزارة الداخلية تحديدا مع هذا الموقف يا فندم، وسرعة التعامل مع الإرهابيين. أولا لابد أن نقدم التحية لكل أبنائنا صفات الشرطة والقوات المسلحة على التعامل الفوري مع كل إرهابي غادر يحاول الاقتراب منه، وكان قتالا شرسا، أبنائنا الوقت أصبحوا مدربين على تلك العمليات والمواجهة والقتال الجداء والقتال السجال، لكن إحنا الأقوى وإحنا الأكثر، وأبنائنا دلوقتي بقى عندهم الروح القتالية العالية في التصدي لتلك الحفنة القاسمة، وإن شاء الله سنطهر ذلك الإرهاب في أقرب وقت. سيادة اللواء، يعني إن كنت استمعت إلى المداخلة السابقة مع أيضا سيادة اللواء محمد زكي، هو تحدث عن أن هناك دلالات معينة لهذه العملية، منها شدة عنف هذه العملية، وأيضا ما يتعلق بالحزام الناسف الذي فجر به الإرهابي نفسه، يعني هو تحدث عن المعدات التي تقوم تجهيزات جزئية. عندما تكون حفنة قاسمة تهاجم خمس أكمنة ولديهم أحزمة ناسفة وعربية مفخخة، كل دي تجهيزات جزئية بيقوم بها العدو لنا، إننا احنا مستهدفين من دول وليس من جماعة إرهابية، دول تريد تقود الوطن، لأنه بيمدوهم بالمعلومات واللوجستيات، ولذلك زي ما قال سيادة المساعد طبعا أستاذنا الكبير، إن طبعا لابد من الدعم الشعبي والدعم اللوجستي لكل رجالنا، وأهم شيء إن احنا نظل ثابتين بفضل الله لدحر ذلك.
نعم، البعض يتساءل أيضا سيادة اللواء في ذات السياق، يعني فيما يتعلق بسرعة التعامل من قبل أجهزة الأمن، ماذا تقول لنا مؤشرات يعني ستأتي بعد هذا الحادث؟ مؤشرات الفندق تقول ذاتي ان ابنائنا دلوقتي مدربين على التعامل، ايا كانت الجامعات الداخليه، مفخخين يحملوا كذا، نتعامل معهم تعامل فوري في الميدان، لان ابنائنا عندها روح الفداء وتضحيه واستشهاد. زي ما هو جاي عاوز يفجر نفسه في الجنه، احنا بنفجره قبل ما يفجر فينا. فالموضوع كله اصبح موضوع في قتال شرس ما بين ابنائنا وهذيك حفنة القاسمة المستأجرة لتقود الوطن. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف سيادة اللواء أسامة الطويل مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا لك. في ذات السياق أيضا ينضم إلينا الآن عبر الهاتف سيادة اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء أرحب بك. اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين يا فندم. نعم، دعني ابدا معك اذا سمحت ايضا بتعليقك على العمليه التي شهدناها صباح اليوم. العملية اللي سمعنا عنها النهاردة أنا شايف في تقديري أنها من العمليات الناجحة في التصدي للإرهابيين، لكن سقط فيها عدد أكبر من الشهداء. ودايما تقييم العمليات مش بتقييم عدد الشهداء، ولو أن احنا يعني كل التعالي دي لأهلهم وإحنا بنحسبه عند الله سبحانه وتعالى شهداء، تقييم العملية بمدى تحقيق الإرهابيين لأهدافهم أو لا. حتى في الحرب التقليديه بيقيم العمليات بالهدف اللي اتحقق للعدو من عدمه، ودي نقطه مهمه جدا في عمليات التقييم. فهي عمليه الحقيقه هم ما بيخوش ان هم يخترقوا هذه الارتكازات الامنيه او هذه النقطه على وجه التحديد ويعدي الاماكن اخرى او يحقق اهداف اخرى قد تكون اكثر ايلاما للمجتمع. فالنقطه الثانيه ان عمليات تقييم مكافحة الارهاب ما بتتمش بعملية او اثنين، لكن تتم خلال فترة ما تقلش عن 6 شهور الى سنة، ويستحسن من بداية عمليات المكافحة ده احسن تقييم. نعم. لان التقييم الصحيح من يعني لو جينا هنلاقي الشرطة المصرية الحقيقة عاملة عمليات محترفة جدا واستباقية، ممكن تذكرهم عملية تجفيف المنابع، كم شركة كانت بتدار تحت ستار معين لتمويل عمليات ارهابيه، وده عدد كبير جدا من الشركات، عمليه لسه بقى لها ساعات، مش عايز اقول ايام. نعم. فطبعا استهدافهم للشرطه الحقيقه والقوات المسلحه يعني هو استهداف هم بيرغبوا ان هم يعملوه باستمرار، وهيحسب للشرطه وللقوات المسلحه ان هم متقدمين خطوات عديده عن المجتمع، بيتلقوا الضربات، بيمشطوا المناطق، بيأمنوا بارتكازات امنيه. خليني برضه اكون امين في اجابتي، ما فيش حرب بدون شهداء، وما فيش نصر بدون تمام. نعم. ما حصلتش على مر التاريخ. نعم صحيح. سيادة اللواء ايضا في سياق اخر او في اتجاه اخر، الى اي مدى تعاني الان الجماعات الارهابيه التي ما زالت متواجده داخل مصر عن طريق يعني تحجيم دورهم داخل مصر وايضا تحجيم الامدادات القادمه اليهم من الخارج؟ ومن اهم من اهم المؤشرات لمكافحه الارهاب في مصر ان قدرت مصر والقوات المسلحه والشرطه انها تعزل الارهاب الموجود في المنطقه عن الارهاب الموجود في مصر. صحيح. ده اللي بيخلينا نشوف على عمليات يستخدم فيها سلاح واحزمه ناسفه. الحزام الناسف ده هو يعني الكارت الاخير للارهابي بيستخدمه، وده بيخلي عدد الشهداء يبقى اكتر، لانه هو الحزام الناسف من مسافات قريبة وكلا الطرفين في مرمى نيران الآخر بيزود عدد الشهداء. فأنا شايف أن من السلاح المستخدم وخاصة الحزام الناسف أن هو الإمكانيات اللي في إيده قلت بشكل كبير جدا. عارفة حضرتك الإمكانيات اللي هي كان الضوات معهم في بداية العمليات ألغام مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف وأيضا مضادة للدروع، معاهم امكانيات كانت اكبر من كده، كل ده تقلص تماما الحمد لله. نعم. وتعادل الارهاب اللي جوه، فده بيدينا برضو مؤشر العمليه ان امكانيات اللي عنده قلت كتير. المعلومه في منتهى الاهميه، المواجهه بتتم باحتراف الحقيقه من الشرطه ومقاتلات مسلحه مستعدين يدفعوا حياتهم ثمن المواجهه. طبعا. لكن انا شايف ان المعلومه والتحقيق خاصه ان جزء من الارهابيين جوه بعض المناطق السكنيه قريب منها في منتهى الاهميه، وده يعني انا شايف ان ده واجب وطني، يعني ان احنا نبلغ عن اي شيء كمواطنين
ولو في شك مش لازم أكده حتى، التأكيد ده مسؤولية الجيش والشرطة، وده من حقه تحطوا الأرقام صحيح. على الشاشات. فأنا شايف إن ده في نقطة في منتهى الأهمية، وياريت لو نتذكر بيها دايما المواطنين باستمرار، لأن المعلومة هتنقذ حياة مواطن مصري. نعم طبعا، يعني احنا هنا في مصر المواطن المصري اصبح يعي تماما خطورة الارهاب وخطورة تلك العناصر الارهابية، وكان في عمليات سابقة المواطنين المصريين يعني تعاونوا مع القوات المسلحة والشرطة في الكشف عن عناصر الارهابية والتصدي اليهم. كيف ينظر العالم الان الى هذه الهجمات الارهابية سيادة اللواء، خاصة ان هناك بعض المنظمات التي تدعي انها حقوقية تساند هذه العناصر؟ الدول العالم المحترمة والناس اللي عندها خبرة، مش هقول كبيرة، خبرة معقولة في تقييم عمليات مكافحة الإرهاب والحروب غير التقليدية، شايفة كويس جدا ان التجربة المصرية تجربة فريدة ومتميزة، ومش بجامل مصر، خلينا اقول مؤشر واحد بس، ان التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب راعت البعد القانوني والبعد الإنساني، ولم يتم المساس بالمدنيين او ممتلكات مؤسسة عمليات مكافحة الإرهاب. في دول وهي بتكافح الإرهاب دمروا مدن مش بيوت، مدن. الواحد احيانا والله ما بيحبش يقول اسماء الدول دي عشان ما يحسوش ان هم يعني حجم المأساة اللي هم فيه. في بعض الدول وهي بتكافح الارهاب بتضرب بقنابل عيار 10 طن دي بترموها من طائرة نقل عسكرية ضخمة، القنبلة دي الموجة الانفجارية بتهد بيوت. لكن قدر الحقيقة العملية عملية مكافحة الارهاب في مصر قوات مسلحة او شرطة تراعي البعد القانوني صحيح. والبعد الإنساني، وإحنا بنحط الحدث ده في وجه منظمات المجتمع المدني اللي تدعي غير ذلك. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معي عبر الهاتف سيادة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، شكرا لك، ورحم الله شهداء هذا الوطن وألهم ذويهم الصبر والسلوان.